شبكة الاتصالات الدولية، وهذه الشبكة قائمة أساساً على كوابل بحرية بالألياف البصرية تربطنا ببقية العالم. فسعة المجهزة لهذه الشبكة لهذه الكوابل البحرية في 2020 كانت ما تجاوزش 1.5 تيرابيت في الثانية. حالياً هذه السعة بلغت 9.8 تيرابيت في الثانية. نخليكم كذلك تقدروا المجهود اللي قامت به الدولة خلال السنوات القليلة الأخيرة من أجل رفع نطاق التردد الدولي اللي هو لا بوند باسونت انترناسيونال.